وهذه فتوى الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ مفتي الديار السعودية في حكم تحليل الشخصيات، فكلامه أيضا مثل كلام باقي العلماء بل كلامه أخطر من ذلك، فاسمعوا بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم. يقول السائل: يوجد بعض الناس يعقدون دورات للشباب ويقدمون لهم أسئلة ومن خلال الأجوبة يحللون شخصيتهم، وبعضهم يقول اكتب لي موضوع كذا ومن خلاله أقول لك أنت مريض أو عندك كذا، وبعضهم من خلال التوقيع يقول عندك كذا وعندك نظرة للمستقبل تفاعل أو كذا، فهل هذا من ضروب السحر؟ أفتونا. هذا من أنواع السحر بلا شك. يقول أحكم على مستقبلك وأحكم على شخصيتك ومستقبل بأسلوبك بخطك أو البرامج العصبية لآخره، كل هذه من خرافات ومن الجهالات ومن أنواع السحر الخفي أمره. مؤسسة